السلام عليكم. اليوم غنوجد معكم واحد الحوتة بواحد الحشوة اللي رائعة وجديدة. عندنا حوتة فيها كيلو ونص، ربيع القزبر والمعدنوس، شوية ديال الزعتر، شوية ديال الأعشاب ديال الحوت. عندنا هنا التومة اللي درت معكم في الفيديو، شوية ديال السودانية، الكامون، شوية ديال التحميرة، الملحة والقزبر يابس. هنا غادي نديرو كل شيء في هذا الميكسر. بغيتو ديرو بغيتو تطحنو الربيع مع التومة وديروا لقامة، بغيتو ديروا كل شيء هكا في هاد الهشوار، تيسهل علينا وتيطح لينا مزيان وتيجيب لنا الشرمولة ديالنا متجانسة. هنا درت من التومة اللي وجدتها معكم في الفيديو، رجعوا للفيديو اللي بغى يعرف كيفاش يحتفظ بالتومة لمدة تقريبا شهر غير في الثلاجة بواحد الطريقة اللي سهلة وبسيطة وتتبقى في اللون ديالها. هنا درت شوية ديال العصير ديال الحامض وشوية الزيت البلدية، وغادي نطحنوا العناصر كلها. هاد الشرمولة تجي رائعة وتجي بنينة. هادي هي اللقامة ديالنا. دابا غادي ندوزو نديرو الشرمولة ديالنا لهاد الحوتة. هنا السيد اللي خديت من عنده الحوت فلحها بزاف، ولكن ماشي مشكل، غتشوفوا معايا كيفاش غادي ندير ليها. تنشرملها مزيان من الداخل ومن برا ودوك الفتيحات كلهم، وتنخليوها تقريبا واحد الساعه ولا جوج سوايع. قد ما خليتوها تجي احسن وتجي ملقمه لينا مزيان. هنا غندير لها واحد الفيلم ديال فيلم اليمونتا ونخليها بين موجه الحشوه ديالي. هنا عندي الكينوا، غادي ندير منها واحد الكاس ديال الكينوا. الكينوا تتعرفوا بانها صحيه، وبالاخص الناس اللي عندهم مشكل ديال الجلوتين، الناس اللي عندهم السكري، الناس اللي تيتابعوا ريجيم، هاد الكينوا رائعه. فيها ثلاثه الانواع ديال الكينوا، كاين هاد البيضه وكاين الحمراء وكاين الكحله. هنا تنغسلوها مزيان 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 لانها فيها واحد الماده، الا ما غسلناش مزيان تقدر تمرضنا وتقدر تضرنا في الجهاز الهضمي. هنا العبار تنديرو كاس ديال الكينوا مع جوج كيسان ديال الماء، تنخليو الماء تيغلي لنا مزيان وتنضيفو ليه شويه ديال الملحه، ولا تنضيفو الملحيه الاخر ماشي مشكل. عاد تنضيفو ديك الكينوا وتنغطيو عليها وتنقصو عليها شويه العافيه، ما تكونش ناقصه بزاف، المهم تنقصو عليها العافيه وتنغطيوها. الا ما غطيتوهاش تيتبخر داك الماء وما تطيبش لنا مزيان، مده 10 ديال الدقائق ما تفوتوهاش. هنا تنشوي في فليفله على العافيه، وهنا درت واحد البصيله حمراء اللي رققتها مزيان، درت ليها واحد شويه ديال الملحه وتنشحرها مزيان حتى تتشحر لينا. هنا تنوريكم تيبقى واحد شويه ديال الماء في الكينوا، تنطفيو عليها لان هذاك الماء غادي تزيد تشربو، وتنعاودو نغطيو عليها وتنخليوها. كما قلت لكم الوقت 10 دقائق ما تفوتوهاش. هنا ملي تشحرت لينا البصيله مزيان تنضيفو لها ديك الفليفله اللي شويناها مقطعتها هي رقيقه، وتنشحروها معاه مزيان. قد ما شحرنا هاد الحشوه تجينا رائعه. تنضيفوا لها شويه من ديك اللقامه اللي بقات لينا على الحوته. هنا لاني انا الكينوا بغيت نرافق بها الحوته، هذاك الشيء على الشرموله خاصني نطيبها ما تبقاش خضراء باش اللقامه ديالنا تطيب. اما الا كنتو درتوا الحشوه فقط اللي غادي تعمروا بها الحوته ديالكم، تقدروا ديروا هذيك اللقامه اللي بقات لكم تديروها خضراء بلا ما تطيبوها. هنا تتشوفوا الكينوا كيفاش تجي، تتبقى محلوله تجي بحال كسكسو، تتبقى الحبه على اختها. درتها هنا في واحد البول منها باش تبرد شي شويه، ما نعمروش بها الحوته وهي سخونه، ونضيف ليها هاد العناصر كلهم. ضفت لها هاد الفليفله مع البصيله والشرموله ديالنا وغادي نخلطوها مزيان. هاد الكينوا تاكلوها غير هكا تجي واحد المقبله اللي رائعه، وهي راه غنيه بالبروتينات وصحيه بزاف. هنا غنضيف عليها واحد الاضافه ديال الزيتون مشرمل، عندي هاد الزيتون مشرمل راه كنت قاسمت معكم في واحد الفيديو. ممكن تضيفوا غير الزيتون مقطع، انا وريتكم الزيتون مقطع، لو بغيتوا تضيفوا غير الزيتون مقطع عادي. هنا عندي مشرمل وتنضيف ليه واحد طريف ديال الحامض مصير مقطع رقيق، تعطي واحد الحموضه مع الحوت ضروري الحامض. شو ما شاء الله تجي بنينه هاد الكينوا، تاكلوها غير هكا. تنحاولوا نخلطوا مزيان باش تجانس لنا العناصر كلها، ما تبقاش لينا شي بلاصه اللي بيضه وما وصلهاش لقامه. هنا غناخذوا واحد المول
اللي غادي نفرشوا فيها البابي الومنيوم، وغادي نديروا فيها الورق ديال المطبخ. ديما كما تنقول لكم ورق المطبخ دائما تغسلوه، تتكون فيه واحد الماده دائما تغسلوه. حتى هو فرشته صافي. دابا غادي نعمروا الحوته ديالنا. هنا شعلت الفران باش يسخن، نحاولوا نعمروا الحوته غير القياس اللي خاصه، ما نعمروهاش بزاف. واي حوت ممكن ديروا ليه هاد العماره. تنبدلوا شي شويه على العماره ديال الشعريه مع الكروفات، مع داكشي اللي مستانسين به، ولا الروز. هذه بالكينوا تجي صحيه وتجي رائعه. ديك الشرموله اللي بقات تندهنوا بها الحوته ديالنا. وهنا درت واحد العريشات ديال القزبر تحت الحوته، وفي الجناب ديالها تعطي واحد المذاق، وشويه ديال الحامض، وريقات ديال عصير سيدنا موسى ديال الرند، واحد الخويه ديال الزيت بلديه صافي. وتنسدو مزيان هاد الورق ديال المطبخ، وفاش تغسلوه منها تتحيد منه هذيك الماده اللي ما مزياناش لينا الصحه، منها تيجينا ساهل فاش باش نسدو الحوته ديالنا في ساعه تيتسد صافي. تلمطوها مزيان وتندخلوها الفران يكون سخون. تقريبا عندنا كل كيلو ديال الحوت تنحسبوا ليه ثلث ساعه، ما نخليوش الحوت بزاف في الفران، لان باش يبقى لينا طري وبقى لينا داك المذاق ديالو زوين وقفتي، ما يبقاش لا طاب بزاف تيجي ناشف. هنا في واحد المقله تنديروا زويته بلديه، وتنديروا عريشات ديال الازير وفليفله مزيودات صغيورين هكا حارين اللي بغاهم، اللي ما بغاش ما يديرهمش. وتنديروا طوماط سوريز، تنسطيو هادشي كامل، واحد شويه ديال الملحه، اللي بغى يزيد شويه ديال البزار يزيدو او سودانيه صافي. هنا في ساعه تنشحرهم، راكم عرفتوا هاد المطيشه الصغيره في ساعه تطيب. هنا تنهزوا الحوته ديالنا بهذاك الكارط ديال المطبخ ديال كما تنقولوا ديال الفرن، وتنهزوها به وتنحطوها في البلا اللي غادي نقدموها فيه، وتنبقاو هكا بشويه بشويه. وحنا واحد السباتيولا تندفعوا فيها بشويه بشويه باش تبقى لينا هذيك الحوته ديالنا في لا فورم ديالها، ما تهرس ما تخسرش لينا. وتنهزوا ديك لاصوص اللي بقات وتندهنوا بها الحوته ديالنا، تتزيدها مذاق، وتنديروا ديك الطوماط سوريز في الجنيبات تنزينوا بها. هنا ما بغيتش ندير لكم تكتوكه او زعلوك او شي حاجه اللي غادي تترافقوا بها، فضلت انها تبقى خفيفه. ناكلوا ديك الطوماط سوريز مع هذيك الكينوا تتعطي واحد المذاق رائع وخفيف وديال هذا الصيف. وهذه الحوته ديالنا تجي رائعه وتجي بنينه. جربوها بهذه الحشوه تجي اكثر من رائعه. من غتجربوها غتردوا عليا في لي كومونتير. حاولوا تجربوا، لان اي حاجه تنشوفوها جديده تنخافوا اننا نجربوها، ولكن هذا هو المطبخ، خاص دائما نجربوا، دائما ندير وصفات جديده باش ننوعوا شويه في الوصفات ديالنا. اللي غادي يطبق الوصفه بالصحه والراحه، واللي شاف القناه ديالي اول مره وعجبوه الوصفات يشترك ويفعل الجرس باش يتوصل حتى هو باي فيديو حطيت في القناه ديالي. وشكرا لكم كاملين، والى اللقاء حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.